عايز اقول لحضراتكم كم التوقعات فعلا، يعني زي ما كابتن عادل بيقول اللي هو هيبقى فيه فوز بشكل كبير. يعني احنا طرحنا السؤال على السوشيال ميديا والناس بتتكلم كتير جدا من 7-0 و5 و6، يعني توقعات كلها اعتقد فوق الـ4. ف انا وصل عندي الـ9. انت عندك برضو وصل الـ9 والله العظيم بكلمك بجد. طب والله يا ريت. يعني طب انت كنت كاتبه السؤال على تويتر صح؟ طب قرينا شويه تعليقات منه وانا برضو ممكن اقرا شويه تعليقات من اللي حضراتكم بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. توقعات حضراتكم لمباراه اليوم ما بين الاهلي وسون ديب؟ يعني كانت ناس كاتبه مثلا مساله توقعات بس صادق الدعوات بفوز ساحق للاهلي، ان شاء الله 7-0، ان شاء الله 5-0، اقل من 5 انا هزعل. عارف وهي يعني اقول لك كلها تقريبا حاجات فوق الاربع اجوال. انا هقول لك المميز عندي من ضمن الرسائل، في الاستاذ يسري عبده يقول ان شاء الله الاهلي هيعمل رقم قياسي وهيكون اكبر فوز في مباريات بطوله افريقيا وسجل يا كريم ويا نهوان، واخد بالك؟ طبعا في النص بقى في ناس كتير بعت ارقام، ابراهيم حسين بيقول 3-0 ان شاء الله، اسامه طه الجبالي 4-0، احمد ابراهيم الطموح خده لما هو ابعد قال لك 6-0، لا مش للدرجه دي قال لك 6. بس برده من ضمن الرسائل المميزه محمد رمضان بيقول شكلها كده هتبقى مهرجان اهداف 7-0 وانت طالع، وممكن 9-0، دي الرساله اللي بقول لك عليها. وعلى التوقعات في الاستوديو 2-0. انت انت قلت كام يا كريم لما سالتك في الاول؟ لا انا ما قلتش لسه. انت قلت 3 أو 4 ولا لا؟ ده كان الماتش اللي فات. كان الطموح واخدني والله. طب انت تقول توقعاتك ايه؟ ما كنتش واخد بالي من موضوع ارضيه الملعب انها كل الدرجات. اقول لك على حاجه، تعالى نعمل يعني مش رهان، نشوف مين توقعاته هتطلع صح والتاني يجيب هديه، حلو كده؟ بصي انا يعني ايه، هاخد من الطموح اللي موجود عند معظم الناس اللي بعتوا لنا رسائل، بس هقول 3، مش هوصل ل6 و7، هقول 3-0 وربنا يصلح الحال. ودايما خلي بالك في النوع ده من المباريات اكيد مهما كانت تبدو الصوره بالنسبه لك نموذجيه، لكن دايما في مساحه كافيه لوجود مفاجات. اتمنى ان المفاجاه اللي تحصل النهارده هي تكون بفوز مدوي للنادي الاهلي وبارقام وبغزاره هديفيه. انا اقول 3-1. عموما هي كلها ساعات وهنتابع سوا ونشوف الدنيا هتاخدنا فين.